عملها النقطة التالية. الدراسة والمصادقة على بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركة الله والحمد لله تم المصادقة على بروتوكول التوافق من أجل انتقال خدمات ليداك إلى الشركة الجهوية بعدما تم فسخ عقدة ليداك مع مدينة الدار البيضاء. فاليوم أصبحت الخدمة موحدة للشركة الجهوية المتعددة خدمات الدار البيضاء 6 للتوزيع التي سوف تباشر العمل ديالها ابتداء من فاتح أكتوبر كما جاء في قرار السيد وزير الداخلية، وبذلك يكون قد أنهينا عمل ليداك في مدينة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء دار البيضاء الكبرى. واليوم الحمد لله سوف تصبح الشركة الجهوية هي المخاطب الوحيد لمجموعة الجماعات الدار البيضاء 6 للتوزيع من أجل التداول في جميع ملفات توزيع الماء والكهرباء والماء التطهير اللي غادي يكون داخل جهة الدار البيضاء 6 من سيدي بنور حتى للدار البيضاء حتى لجميع أقاليم الجهة. عمل جد موفق من طرف وزارة الداخلية، لم يكن بالهين ولا السهل من هذا، يعني هذا المنبر كنشكرهم على المواكبة وعلى الدعم. طبعا مجموعة الجماعات أيضا أبانت على كفاءة عالية في يعني إخراج هذه الشركة للوجود، في إخراج جميع البروتوكولات، في التداول في جميع الملفات. هناك ملفات جد يعني كانت يعني أكثر عقدة، والحمد لله أبانوا على واحد روح المسؤولية، لأن كان هناك نقل المستخدمين 4600 مستخدم تقريبا التي سوف يتم نقلهم من جميع الأنظمة لغاداج لغاديك لوينو ولاليداك باش يوليو موحدين داخل شركة واحدة اللي هي الشركة الجهوية. وبالتالي هناك عمل كبير جدا تم القيام به، أكيد واللي نصوا عليه الإخوان هو أننا الجانب الاجتماعي يجب أن نحافظ عليه، مكتسبات المستخدمين يجب أن نحافظ عليها. غادي يكون طبعا هذا هو دور ديال جميع الإخوة داخل اللجان. طبعا ننتظر الابتداء الفعلي للشركة باش يمكننا نستدعيه المدير مع الطاقم الإداري ديالو. طبعا سوف يشتغلون في نفس المكان اللي كانت كتشتغل فيه لاليداك، يعني هو هذاك المقر والمكتب الرئيسي للشركة الجديدة، باش يعطيونا برنامج العمل ديالهم. برنامج استثماري لجهة الدار البيضاء 6، برنامج استثماري مهم. العقدة سوف تدبر من طرف الشركة لمدة 30 سنة المقبلة إن شاء الله. برنامج مهم، 65 مليار ديال الاستثمار اللي غادي خص المدير يجي ويشرحها وكيفاش غادي يدبروا المراحل المقبلة. فهنيئا لنفوسنا وهنيئا لجهة الدار البيضاء 6 بالمولود الجديد وبالتدبير الجديد إن شاء الله اللي غادي تعرفوا شركة وطنية 100% تدبر شأن توزيع الماء والكهرباء، خصوصا وإحنا داخلين على واحد المرحلة صعبة، مرحلة ديال الجفاف مدينة في الجهة يعني بواحد الكمية اللي كل شيء كيعرفها اليوم، ما بقاتش يعني مرحلة حساسة غادي ندخلوا عليها. العالم القروي اليوم بغينا نعطيوه أولوية ونعطيوه القسط ديالو. العدالة المجالية أيضا اليوم كيحثوا عليها جميع أعضاء المجلس، وبالتالي يعني كاين عمل اللي غادي يكون في الأيام المقبلة واللي إن شاء الله، وكنظن على الكفاءة ديال المنتخبون أولا أبانوا عليها وغادي يستمروا فيها إن شاء الله في الأيام المقبلة. الباقيات والمستحقات، فجميع العقود المبرمة يعني الصفحات المبرمة ما ديال ليداك ولا ديال الشركات الأخرى كلهم واحد اللائحة الرئيسة هذه اللائحة تتضمن جدول أعمالها النقطة التالية: الدراسة وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.